الله مرسينين مدحوين حسن الشيخ محمود وحاو كفش المي نقاليه وحاو كفش المي دلك يلو كاسد بقول مليون اي كبدن اي كجرتو دولة نسان بألو ديبي ساقال مليون اي لح بقول او كتربان امارات لغو قبطي ايربور كايدن عدي ايه اللو ديبي اي لعاقيه كلا او سواقلي سيقل دنبو اماريه مانتنا افكي كلا تاكتي او قدر با نو كالمي للي افر مدحوينها الصوماليا وحاو كوفش المي World Relations حريرك عالميقا دولد نمدى الصوماليا اي الدنيا انت اذا كلا وحاو كوفش المي سفرات دورو قلي سيدا عن كوب اللوني سفرات دورك اها سفرات امد الصوماليا كو اذيقا هيا بارلمانكا معني او لسعود سيي وحاو قبانايا ما ايسان اهين سفرات دن قوني اه دن قار اه إساق إتيم كيسي أي كوفو شانعيان For example إماراتك إيا قدر تغيطان كي او تغي هشي سيدي قرسوديغ او لسو قلي سفران نوع عاصل لميدا واي معني تاسو كانتاي إن دوني دا إنتي دا كالي شان بلود قده دا حكومة دا حسن شيخ محمود أي قودونتو شان مدح وين حسن شيخ محمود حريرك إيجبت واو كو فشل مي فشل كان شيغينا وحو كو فشل مي لعقو كسو قاضي شباب هلا الدقال قليا ليري حدودية اي ربين اي جبصدان مدى بكول مدى قدو دولو مدى فرفر مدى بلان بلاي عبدوا إلا اي كحن دالي وا اي كو فشل مي دقال اي سنفلينين ايانا ابو رمي ان قبيلاتك اي كعان قبيلاتك دا عدى اها مركي شباب توس اولاد ديرين وحب بالله إن الشباب كهريو سقو بور سكو قرناية شباب حلال الله ديرنا نقول هاي ليه مدحوينها الصومالية وحاو كوفش المي ميلتري سيستم معني نظام كي ميلتريك الصومالية أيو فرح الله قلاي سيستم لسن ميلتريكو شرعي وكوشقية ميلتري تريبيونال وليه هاي أرماها سو قلاي وحب بالله إن عيدامادة الصومالية ويسكو دايو سراكيشة إيا سراكي الحيجي نادي لسنا لغو سوطيل إيا تعب بالي أو تركي إيا ناطا إيا غو هرريان إريتري إيطوبيا معني إيا قرب نصيان سفاد داريس واناقة إن او بربريو هادي تاسو او بربريو وآيينا وحو بالله عيدان كي أو لسن إن او قبيل كاك هبايو تاريخ دا انتهان كو عرقني جبهات للي يهي معنيه عيدان قران أولالي هاي هبك كوريجية شعبك إيا جبهة ده لكن وحان أركي جرني جبهة ده أولالي هاي عيدان قران هبك كوريجية وحب الله بي إن سراكيشي مركو بدلي واي ونبر كتوبتو تصالي ميد محاود دن بيكي هاد اللي سيدي جنرال فرحان قرالي أوكالي و بوليس بوليس كحيركي سوحاوي أدونك انترناشنال لو إن أوسان دبادة كتاق عالمين بوليس شقديس ولا قرنايا سوشيال كو كدح جرا ددكو كلا عليا توغو سو قبطا ملتري حدودو وليا عدو نينك جبيو ملتري حريه دلك شق ملتري وليا هي ايو بوليس او دراي يدو وجيدك اي تهي ان سراكيشا او لايو رك صاحيبديسا او دم جديدنا ماشا او كو بدشو تضبو مدحويناها الصوماليا وحو كو فشل مي governing system نظامك الدولد نمدو بكو فشل مي دولد نمدو وامحي دولد نمدو حوي for example دولد وا إسلا حسابتن وا لكب لكب وا سلسلة اسكو حران او وضا شقيسا او معنيه كلاو ورئي وانا قادتا وحي صوغلي بارلمان مهر قينين ماشو كبحي بارلمان مهر قينين wuxuu abaabulayaa in maamul goboleedyada sharciiga ahaa uu adeegsado dhaqaalihii dalka la rabay in dawladnimada iyo social development lagu sameeyo in uu ku burburiyo system degan oo dhisan sida systemka Puntland hadda dhisan ee shaqeynaya sida systemka Galmudug ee hadda dhisan ee shaqeynaya sida systemka Hirshabelle hadda dhisan ee shaqeynaya sida systemka Mailan hadda dhisan ee shaqeynaya sida systemka Kismaayo hadda dhisan ee shaqeynaya
iyadoo sistamkii gobolka banaadirna cumar finish mar hore ceega lagu taagay, danta la leeyahayna ay tahay in dad degan nabad ku nool meeshii nabadda lagu kaabi lahaa iyagii la barakiciyay hadda qaxooti iyo kow, kadibna dhulalkooda lagala wareego, madaxana looga fariisto sistam dibadda laga keenay aynan shaqo ku lahayn, diktaatoriyad ku dhisan oo undemocratic ah lagu bedelo. Sideed, isla qodobkaas intaanan ka gudbin, madaxweynaha Soomaaliya waxaa governing-ka ugu fashilmay maamul goboleedyo xildhibaano ay soo doorteen doorashadii dadbanayd ee iyagu naa maa baa one man one vote ma rabna ay lahaayeen, doorasho dadbanaan rabnaa ay lahaayeen, doorashadii dadbanayd ee iyaga loo raacay, dadkii ka wakiil ahaa isteedyadii soo saaray, kuwii isaga doortay xildhibaanadii doortay isteedyadii soo saaray ayuu inkiray dhismihii golaha wasiirada xukuumadda. Dalkuna waa federaal, central government ma aynan qaadan annaga, oo gobernatoraha lagama soo magacaabo, ma arkaysa caasimadda marka laga reebo midka gobolka Banaadir, state-ka isaga ayaa magacowda federaal system saan u fahmay, wasiirkiisa arrimaha gudaha, gobernatorihiisi, gobernatoraha isagana wuxuu sii magacaabayaa gobolka, ma arkaysa gudoomiyaasha degmooyinka. Wasiir arrima guda federaal marka la joogo shaqo kuma leh degmo dhisid iyo magacaabid. Saa awgeed madaxweynuhu dadkii isaga soo doortay isteedyadii isaga soo doortay ayuu ka dulbooday xukuumaddii la wada lahaa, isagaa jeebkiisa ka qortay. Kow, ra-iisul wasaaraha wuxuu ka dhigay nin gurigiisii joogi jiray oo yaanyada u dirsan jiray, barafka u dirsan jiray, markii barafka uu iibin jiray ilaan warshad baraf uu ka shaqayn jiray madiina ku taala madaxweynena ceeb maan shaqada, kaasuu ka dhigtay oo gabadhiisii qaarka dambe ka haysta. Haddaanan khaldanayn, waayahay ninka adigu gabar aasiisatay ee gurigaaga aad ku soo barbaarisay de kama hor imaan karo, mise isku diidanna waa abiisaa tahay, waayahay. Sidoo kale macnihii wuxuu ka booday madaxweynaha in ay wax ku yeeshaan la tashina laga geliyo isteedyadii dowladda qaybta ka ahaa. Taasi waa fashil aan la qarin karin, taasoona sababtay in dunida dhaqaalaha ay ka goosato Xasan Sheikh Maxamuud marka laga reebo shabaabnimada lagu tuhmaayo. Madaxweynaha Soomaaliya ugu dambeyntii marka ku takrifalka awoodeed, macnihii uu dastuurka uu ku sameynayo haddaan ku soo gabagabayno, waxaa ka mid ah tusaale taliyaha NISA hadda magacaaban ee hadda dibadda u dhuuntay oo Qadar macnihii iyo Faad Yaasiin haleyle heshiisiyo taagan, waxaanu garanaynaa inuu xildhibaan yahay. Qodob waxaa jira 59-aad dastuurka federaalka Soomaaliyeed ku qoran yahay kaasoo qeexaya xildhibaanka xasaanadiisii iyo shaqada kale uu qaban karo. Xildhibaanku wuxuu awoodi karaa in uu xildhibaan ahaado golaha shacabka, sidoo kalena golaha wasiirada inuu ka mid noqon karo, labadaasi jago ahna wuu noqon karaa. Laakiin xildhibaan ma noqon karo taliye sirdoon, ama waa inuu waayaa xildhibaannimada oo fagaaro ummadda loogu soo bandhigaa kala wareejinta xilka, ama waa inuu ka degaa shaqada kale. Sidoo kale ergeyga abaaraha ninka habar eji ee Cayir Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo hadda Ingiriiska iyo Jarmalka iyo Norway dhahaya laba bawn ha laygu taageero, oo abaarta dadka aan ugu gargaaro ha laygu soo rido hadda dhahaya ee tuugsanaya weligay ma arkin isagoo dad wax siiyey, waxaanu garanaynaa in uu yiri anigu ergeygii abaarahan ahay volunteer baan ku shaqaynaya, waana xildhibaan. Ayaan dhaweydna farmaajo markii la dhaarinayay ninka la sugay si farmaajo dhaarinta looga reebo xasaanadda, macnihii ninka meesha soo istaagay buu ahaa oo kilkilaha iyo kadardhuuska ka dhididay, laakiin looga adkaaday oo sareedo Maxamed Cabdalle xildhibaanada u dhalatay Mailand ay tiri madaxweyne farmaajo kuwan iyaysa ku cunin waayey iyo dugaaga inta ii soo fariiso, oo cod loo geliyey Xasan Cabdinuur oo ka horreeyeyna loo diiday mooshinkiisii in cod la geliyo. Marka waxaan ku soo koobayaa wuxuu yiri volunteer aan ku shaqaynaya, volunteer miyaa ku shaqaynaysa? Haa, volunteer waa 1 hour or 2 hour, laakiin volunteer ma noqon karo 12 hour 24 hour, volunteer ma noqon kartid. Wax la og yahay waa adduunyada,
أنا هذا قف دان عاون أيوة أوريس وان عاون كرا لكن every day volunteer ما نقن كرو وحل إسكو أجي أيوة تاسي قفنا أم بينين كرين مركا عبد الرحمن عبد الشكور فيري مدح وينس حسن شيخ إسقى مع عابي دستور كفدرال كصومالية قدر ككنتر إسقالات نينك شق كنك تي إرجعي أبارهان أهي وحو قرايا إن حلوان نمضى أوف أيتها لقى قادو وكو داوان أهي تلياشا وكو تمشى دستور واي مدحوين حسن شيخ محمود وكس عد وكو تمان أهي مدحوين صوماليا قدقي مسوق ماسوقا أيو كلاد ديري أود ما أولي إنو كلاد ديرو مايا قدقان ما كلاد ديري كلا مدحوين مدحوين وحلا سوكر كريي لقى سو شقيي أيو قلن كو دوغي كرا لكن جودي إيه مدحوينها جودي وين؟ أنتي كوربشن كوميشن أيان كلا درايا معنى هذا سو ما أهن يا معنى هذا سو ما أهن إرجعي أوارنا واسمة يستي سو ما لينا كلا بربع رمانة يصير بس كنا دون كو جودي كوربشن كانوا وكلا درايا بارلمان كان هلا يحرو هلا يفصحو ما شاء الله بان كنا يا معنى هذا سو ما كان ربنا إنا ودلايا أمر كي يكليا شقينا يا إذا مدن أنت نسيب بربرينه إنه مارش الله أنكو صعونينا شبابنا ملاي نصي قبسنا إن أسكرتنا وإحنا لا حسابتنا أي ملا يا كل حسابتنا أي مرك جد جا كوربشن كتير لك لدرو مرك واقو تقريفا الأودات وبربرين عدوى مدح وينا الصومالية وسير كيسي ورفاف أنت كحجين كيسي أنتو فجار سو يستأويري شباب هذي ددلان أما أي دد قرحيان ملا صوب بندقي كرو جست كلام مدحوينان السجايري شباب عدي أي هنددان العجنة مصين كران من أتي كردي أتجان يجا مقن بدي حكده ومدي كده وبيتري نكية هسي أما جبرني هستي بدي حكده ومدي كده معني شباب نو يدين سود دلي ماركة يس معني هدا يدين دلان لما شيء كرو أنا جنا واحد دين لما شيء كرو مسق ماسق وحي أنا عنا لما شيء كرو مدحوينان الصومالية حمر كلام بري السجاي سكلي داره جيحان إساقا إسكالي إسلاميسي داره دوا إسدقالين وحي إسكو دقالين إسلام با وحي لسيي مدى وين بان رجيني أستانتا ملتريق وحن ليلها بوليسك إيو مدى النيسا حاسكيجي معني أمت سو معني دنقود ملوغو أبال مريكرا هدي إيسان أسو شقيسانين نو هاس كي يقول برايف ده لو أنا جا أكو أبال مرسن كرا لكن أستان تقرن كصومالية علن كصومالية ما جا أكو ما قري كرت صومالي علن كصومالية حتى هدام مدح وينته هاي علن كصومالية كم قري كرت حسن شيخ محمود أما كم قري كرت فرماجو أما كم قري كرت عبد الله يوسف أما كم قري كرت شيخ مختار أما كم قري كرت مارك يس آدم عبد كم قري كرت عبد القاسم محمد سياب برا كم قري كرت علن كصومالية عبد الرشيد this is it معني علنكا قفك هدو مدح وينو النقضة حتى تالوا اللورد السكرة إنك استود دمبي أي تاي أنا قا أقول تيد إنك استود جايل أنا هاي معني سكول والله قوم قاعد داري كرا لكن علنكا الصومالية موادن يا مدح وين ماش يكسر ما يهين يا جنن وين علنكا دحدي سأدا ما قاعد أكو قرن كريم مركب مدح ويني الصومالية إسلانتي سي إنه أستانتي نسا يا أستانتي بوليسكا وكو ريجيو تكلف الواي اسلانتي كوبات لبا حاس بولي الله أبرك أيو مركي لسيي استانتاسي تي لبا دا عروتي وان رجينا أيو إن أي دودبلتاي that's why نمانك دودبلة مركي سو سارا يين سيدا أن مقلي سيد نمو العقتة أسيين إيا شباب نمو إن ماشان شباب أي قبسطي شقال شباب ويا حسن شيخ فروي الصوماليين أي كوش قيسانيان إساقو أدي صفات جوغا واتن او إسلانتي ألابت مركي ججبسي اللابات وكو حليه ويري مركان إمادو أدوغونا أستانتي ملتريغان كسينايا ور إسلام اللو مدحتوية الصومالي إلا لدى جوغتا اي قرنك الصومالي دو ورديناي اي شقالها ساد كماللو قدي با إسلامي سميت كميدا شاقب دي مركا ولا لياغا معني مدح وينها الصومالي هدان سو قويو سيداسو اوودي الصوماليان اوغو تقريف فالعين شباب ايو فيلا الصوماليان سيداسي اسوغو مرايهين مروال باي شباب قول اي قاران
iyagu way farxaan iyagaana shabaabka wata maamulada inay ku burburiyaan bay doonayaan addis ababa inay ku qabsadaan bay doonayaan laba mitir baan galaynaa qabri baa ina sugayay run baan sheegaynaa sidoo kalena inay dad ku barakiciyaan dhul ay ku qabsadaan bay doonayaan power coercion inay ku sameeyaan midda abaarahana soomaaliya abaar way haysaa laakiin ciddii loo dhiibi lahaa meesha ma mudna oo ma joogto mooryaan baa joogta marka waxaanu leenahay ummadda soomaaliyeed jiilka hadda macnihii jooga iyo kuwa soo socda nimanka damul jadiid iyo shabaab waa isku mid arxandarada shabaab ay samaynayaan waxa biilaayo hubka siinaayana waxa weeye qolyahan nimankan hadda jicibow lagula dagaalamay oo hadda dib loo soo celiyey waxay u socdeen rasaas inay ka soo qaataan aadan yabaal oo shabeellaha dhexe ku taalla hirshabeelle ciidan baa la abaabulay qabiil baa dagaal galayaa la yidhi qarankii oo taagan hubkay qaadeen 40 sanduuq oo AK-47 rasaas ah iyo 20 dabajeexa ama beka ama qoriga loo yaqaan 60 sanduuq iyo dawooyin bay rabeen inay ka soo qaataan iyagoo 1500 aadan yabaal meeshii dhaawaca dheere la geeyey tuulo ay dhahaan cali guduud ayaana lagula wareejiyey kuwii ma arkaysee macnihii ergada ahaa wixii ka soo fakaday way u qaadeen ciidankii xasan sheekh uu u diray aadan yaba cadalle uu dhahay waxay la dagaalamayaan al-shabaab ayuun baa hubkii macnihii iyo rasaastii gacanta u geliyay al-shabaab iyo dawadii waxaana u kala wareejiyey xildhibaan la yidhaahdo maxamed cajiin oo cali gaaf ah xasan sheekh maxamed ku jufo ah oo wacaysla ah oo abgaal hawiye ah maxay ku kala duwan yihiin haddaba al-shabaab iyo damul jadiid bila soomaaliya iyo al-shabaab nothing waxba kuma kala duwanaa marka labadaba waa in sectarian violence waana khatar nabaad guur iyo baabi'in eradication bay ku hayaan jismiga iyo jinsiga soomaaliga khatar bayna ku yihiin stabilityga horn of africa in la iska kaashada way mudan tahay marka soomaalidu waxaan dhihi lahaa ama waa la muuqdaa lagu muuna yeeshaa ama waa la maqan yahay oo madarkaba lama tago waxaan hala israaciyo ha kala jeclaanina dhaqaalena dhiiba halganka toos u wada gala qabyaaladda iska daaya dalka badbaadsada idin dhiib maaye aynu wada badbaadsanno sbacekan muxsin iyo ambaashador warsame oo dad culus international space ah ay fadhiyaanna aqoon-yahanada jannada wasiirada madaxda dalka shacabka rag iyo dumarka qiimiga iyo qarada weyn fadhiyaanna laygu casuumay markii labaad waxaan idin leeyahay waad mahadsan tihiin dad iga cilmi badan baa dhammaystiri doona haddii su-aal aa qabtaanna welcome soo dhowaada.